بعض الأشخاص تعود إليهم بأمورك الخاصة وتستشيرهم، ليس لأن علمهم أكثر من علمك ولا لأن خبرتهم أكثر من خبرتك، لا شيء من هذا أساساً تكون محتاجاً له. أنت تستشيرهم لأن المواقف الصعبة تجعل قلبك يشعر بخوف، ببرد لا يزيله إلا نظرة الثقة من عيونهم ودفء المحبة التي في قلوبهم. تستشيرهم وتشعر أنك صرت قوياً بمجرد أنك أعلمتهم حتى قبل أن يردوا بكلمة واحدة. فجوة عميقة تردم بنفسك وتصير معها أجرأ وأشجع وأكثر قدرة على مواجهة المواقف. هم ببساطة ظلك الطويل الذي تبتسم كلما مشيت ونظرت له تحت الشمس، يعطونك إحساساً أنك أطول وأقدر على تخطي كل المصاعب التي في الدنيا. هؤلاء تحديداً عندما تتوجع فإن نصف وجعك يزول عندما تخبرهم أنك موجوع. إذا أكرمك الله تعالى في الدنيا بهؤلاء فاعلم أنك من القلة القليلة الأكثر حظاً في هذه الحياة.